اهلا بكم. النظر نعمه من عند ربنا، طبعا نعمه كبيره جدا جدا، نعمه في كل حاجه، يعني نعمه في انك انت تشوف بدقه، نعمه ان انت تمشي بالليل شايف. وربنا سبحانه وتعالى رزقنا العلم، رزقنا وسائل تصحيح الابصار من اول النظاره القديمه الجميله، مرورا بالعدسات اللاصقه، مرورا بالليزك، مرورا بحاجات تانية. لكن في حالات بقى هي القصه ما بتبقاش بس ضعف نظر او قصر نظر اللي هو ما يبك، لا لا لا، موضوع اكبر من كده بكتير، في مشاكل في القرنيه والى اخره. لكن زي ما بقول لكم هو نعمه من عند الله، ولا يدرك قيمتها بشكل كامل الا المفتقدين هذه النعمه. تخيلوا راجل كبير في السن عايز يوم يصلي فمش مركز فين القبله، انه مش شايف، عايز يلعب طفله او حفيده ومش شايف وش حفيده رغم انه بيقربوا منه. ست كبيره في السن ناويه تروح تحج بس عندها مشكله في الابصار، نفسها تحج، نفسها تشوف بيت ربنا سبحانه وتعالى، لكن عندها مشكله. فتصحيح هذه الامور كلها بيغير من مسار حياه الانسان. النهارده هنتكلم بتفصيل، مش بقى عن قصر النظر، لا، عن مشاكل في القرنيه. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيف عزيز عليا جدا، اسم لامع في هذا المجال ويد ماهره وحوار ممتع كالعاده وتفصيلي، وزي ما بنقوله دايما السهل الممتنع، اسلوب خاص جدا، هو الاستاذ الدكتور اشرف حسن سليمان، استشاري ومدرس طب جراحات العيون بكليه طب جامعه عين شمس، استشاري جراحات القرنيه والمياه البيضاء وتصحيح الابصار بالليزر، وزميل الكليه الملكيه لطب وجراحات العيون بانجلترا، وعضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه لتصحيح عيوب الابصار. اهلا بك دكتور ايمن، ازيك؟ وحشني جدا. الله يخليك يا بيه. كالعاده اسلوبك مميز بالبساطه والبساطه مع العمق العلمي، وده صعب جدا. وطبعا عين شمس كستاف والعيون عندكم بنحسدكم على القسم، من ايام ما كنت انا طالب دايما كنت احسد قسم العيون في جامعه عين شمس، مميز جدا بالحكايه، العمق العلمي الشديد جدا وفي نفس الوقت البساطه العلميه الشديده جدا. موضوع النهارده صعب، موضوع النهارده محتاج دراسه وعمق شديد جدا وتركيز شديد جدا، وهو حالات القرنيه وزراعه القرنيه. ايه بقى؟ والله بص، انا النهارده قصدت ان انا اطلع بره النمط المعتاد والكلام عن تصحيح النظر والليزك والكلام ده، لان الحقيقه الفتره الاخيره وجدت ان بقى في مشاكل كتير جدا عند العيانين، الناس او الدكاتره ما بقوش اورينتد قوي بيها. يعني كل الناس مركزه في الليزك وازاي تصحيح الابصار، ده حاجه كويسه جدا، بس احنا اكتشفت ان احنا شويه هاملين العيانين اللي عندهم مشاكل في القرنيه. فالنهارده انا عايز بس ابسط الدنيا للمشاهد عشان نبقى عارفين العين نفسها شكلها عامل ازاي. احنا عندنا اول حاجه في العين البنوره الاماميه احنا بنسميها القرنيه. عشان ابص على اي هدف في الدنيا واشوفه، المفروض ان في شعاع ضوء بيطلع من الهدف ده يخش على القرنيه اللي هي البنوره الشفافه دي، لازم تبقى شفافه، وانا بركز على الكلمه دي كويس، ومنه يخش على انسان العين اللي هو العين. ايوه، اللي البيوبل. هي البيوبل اللي هي النقطه اللي في وسط القزحيه اللي احنا لما بنيجي نحط قطر توسيع حدقه العين بيبقى الهدف ان احنا نوسع البيوبل ده او انسان العين ده، عشان كده الشخص بيبقى مزغلل بعد القطره دي. وبعدين عدسه العين الشفافه اللي المفروض تبقى شفافه، لانها لو عتمت هتعمل حاجه اسمها ميه بيضاء. وبعدين اذا السيستم ده كله سليم هيتم تجميع الصوره في نقطه واحده ورا في مركز الابصار الفوفيه، ومنها للعصب البصري ومنها للمخ. طب انا عايز بس نشوف، انا مش شايفين هنا الزاويه، ما اعتقدش انها تجيب العصب البصري. اه ده العصب البصري. طيب. ايوه بالظبط. فعشان احنا نشوف كويس الكورنيا دي او القرنيه دي لازم تكون كلير، لازم تكون نقيه. تمام. المشكله دلوقتي ان احنا في عندنا كذا سبب يخلي القرنيه دي ما هياش نقيه، وبالتالي لو القرنيه دي مش نقيه ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انها هتشتت الضوء. لما هتشتت الضوء الصوره هنا مش هتوصل على الشبكيه ايه؟ كلير، مش هتوصل واضحه. طيب هناخد امثله على موضوع القرنيه اللي مش نقيه، عشان نبقى عارفين بعد كده ان في انواع لزرع القرنيه. احنا دلوقتي عندنا كذا تكنولوجي في زرع القرنيه، من اول زرع القرنيه النافذ اللي هو القرنيه كلها بنشيلها ونحط بدلها جزء تاني، لزرع القرنيه الطبقي او اللاميلر كراتوبلاستي سواء كان خلفي او امامي. فاحنا عايزين نفهم ده عشان نبدا نخش على المرحله اللي بعدها. فلو احنا شلنا القرنيه الطبيعيه دي وجبنا بدلها القرنيه دي، هنلاحظ حاجه في الفرق. هنلاحظ ان القرنيه دي جنب دي هتلاقي دي مدببه شويه، ودي الكيرف بتاعها من الامام عادي،
يعني احنا اللي دي دي مدببه شويه من خليها من جنب الكاميرا كده دي امام مدببه نشوف احسن يا جماعه ودي عادي طيب المدببه دي معناها ايه دي القرنيه تخلت عن تحدبها الطبيعي تكسر الضوء في كذا نقطه ورا على الشبكية اسمها القرنية المخروطية عظيم ودي للأسف دلوقتي ناس كتير جدا بتعاني منها إما نتيجة أمراض خلقية يعني حاجة اكتسبوها مع يعني جت مع الوقت أو نتيجة أشباه القرنية المخروطية زي انبعاج القرنية اللي بيحصل نتيجة الأخطاء اللي بتحدث أثناء عملية الليزك في اتخاذ القرار مش في البروسيجر نفسه مثال واحد يكون سمك القرنية بتاعه قليل ومقاس التصحيح بتاعه كبير فيبدأ الطبيب يعمل له عملية تصحيح بسرعة على مستوى القرنية يرفع القرنية يضعفها بالذات لو كان تحدب القرنية مش طبيعي فيبدأ يحصل حاجة اسمها انبعاج في القرنية أو كرياتكتيزيا وده شبيه جدا بالقرنية المخروطية فكرتهم الاثنين واحدة انه بيجمع النقطة في كذا نقطة ورا قبل الشبكية المريض بيشوف تشتتات ضوئية بيشوف تشوهات ضوئية يبقى ده اول نوع من انواع عيوب القرنيه المفروض نتكلم عليه وده هنفند له حلقه لوحده نتكلم فيه عن طرق اصلاحه لان في حاجات كتير قوي هننوه عنها النهارده احيانا بقى ودي اللي انا عايز اتكلم فيها قوي النهارده القرنيه دي لو جينا بصينا عليها نلاقي ان السمك بتاعها من جوه سميك قوي السمك انا جايب مقطع اهو في القرنيه السمك ده تخين قوي اتخن من القرنيه الطبيعيه لو بصينا على السمك ده المقطع هنا كبير قوي وهنلاقي ان بقى عليها تعرجات في الجزء الامامي عتمات لو جينا لمسنا الملمس ده هنلاقيه ان هو متعرج ده ايه بقى ده ايه قصته غالبا عيان عمل عمليه ميه بيضاء واستخدمنا موجات صوتيه اكثر من اللازم اكثر من اللازم موجات صوتيه بتؤدي تفتيت الماء البيض بالظبط اوكي احنا بنشتغل من جوه بنشتغل في السبيس ده في المساء في المكان ده أيوة. الموجات الصوتيه كانت كتيره ناتج عن ان الماء البيضاء كانت كثيفه جدا وناتج عن ان المفروض قبل عمليه الماء البيضاء بنعمل حاجه فحص اسمه عد لخلايا القرنيه المبطنه لسطح القرنيه الخلفي اسمه سبيكولار مايكروسكوبي عشان ابدا اعرف الخلايا اللي هنا تستحمل الموجات فوق الصوتيه ولا لا فاحيانا يحصل بعد العمليه تلاقي العيان عمل عمليه الميه البيضاء يقول لك كان العمليه فشلت انا مش شايف لا احنا بنطمن العيانين دول النهارده في حل يعني ايه القرنيه اللي باظت دي مش شرط ان احنا نغيرها كلها لا احنا ممكن نغير الجزء الخلفي ده بس وده الجديد اللي احنا جايين نقدمه النهارده حاجه تانية شبيهه بيها ان يكون عيب خلقي موجود في القرنيه من الخلف اصلا ودي ممكن تظهر في سن صغير مرض اسمه الفيوكس اندوثيليال ديستروفي بيبقى فيه ضعف فيوز اندوثيليال ديستروفي بيبقى فيه لا تآكل وضمور في الاندوثيليوم البطانه المبطنه اللي داخل القرنيه بالظبط ده ممكن القرنيه بتاعته تبدا تتخن مع الوقت ليه لان عدد الخلايا اللي هنا اللي المفروض يمتص سائل العين الداخلي قليل فلو ده عدد خلايا قليل تبدا السائل بتاع العين الداخلي نفسه يخش جوه القرنيه يرشح فيها يعمل عتامه يا سلام بقى لو ده عمل عمليه الميه البيضاء برضو من غير ما نعمل له عد لسطح للخلايا اللي موجوده على سطح القرنيه الخلفي يعني لازم يتعمل له سبيكولار مايكروسكوبي يعني الطبيب لازم يفحصه كويس جدا ولازم يتعمل الفحص ده روتين تعرف بتفكرني بايه الحكايه دي لو الجدار بتاع البيت عندك نشعت فيه ميه بالظبط هو فيه بقى تشريحات والمواسير ضربت فنشعت في الجدار يوقع البيت اكزاكتلي احنا معانا حتى يعني في صور انا المفروض يا ريت لو نشوفها احنا هنشوف الصور الاسطح القرنيه بالظبط صور كمان مش بس كده شكل القرنيه المخروطيه شكل العتامات دي انا مثلا دي عتامه على سطح القرنيه دي قد تكون ناتجه عن خبطه قد تكون ناتجه عن انت عارف في ناس بيجي لهم قرح على القرنيه يا يعني واحد جاله مثلا هيربس فيروس في القرنيه بتاعته هيربس هيربس يا جماعه هيربس الهيربس ملوش ترجمه بالعربي أيوة. هو بيسموه الحزام الحراري ايوه ويعمل عتامه على سطح القرنيه او التهاب بكتيري او التهاب فطري على سطح القرنيه هل ينفع نغير القرنيه طبعا ينفع نغير القرنيه والعيان ده يسترجع نظره ان شاء الله كاملا احيانا بقى واحد اخذ خبطه في عينيه هنا بنعمل له حاجه اسمها تكتونيك جرافت يعني ده اخذ خبطه القرنيه انفجرت والقزحيه اللي هو الجزء الملون من العين بدأ يخش جوه الخرم ده هل ده ملوش حل؟ لا لو اطمأنينا على الجزء الخلفي من العين وعملنا سونار ان العين دي مكتملة
ما فيهاش تشوهات تانية، ممكن نشيل القرنية دي ونحط له قرنية تانية حاجة اسمها تكتونيك جرافت، نجيب رقعة نثبت بيها الحتة دي وندخل الغشاء اللي طالع ده، النسيج اللي طالع ده ندخله جوه العين تاني. شفت فيلم بتاع العبيط والحرامي؟ والله خالدين خالد الصاوي وخالد صاوي. ما في فيلم ده جات له خبطه في القرنيه، والفيلم قائم على فكره ان هو خدع يعني الغلبان وخد منه القرنيه. ما هي بقى دي نقطه تانية احنا لسه هنتكلم النهارده، ازاي بنسلكت او ازاي بنختار القرنيه اللي هنزرعها. ما احنا بنجيب قرنيه بنجيب قرنيه بالزبط. ده تاني راح جاب قرنيه من واحد. لكن اقصد ان الخبطه نفسها شيء، يعني الضربه بتاعت الرش نفسها جت في العين. بالظبط. دي بالزبط. بتحصل كتير، دي بتحصل كتير جدا في الفتره اللي فاتت بالذات. ده شكل القرنيه المخروطيه من الجنب، ده مقطع جانبي العين. على الشمال دي صوره القرنيه الطبيعيه. على اليمين هتلاقي القرنيه هنا مدببه زي ما شرحناها على الموديل، الاي موديل اللي موجود، هتلاقي القرنيه نفسها شكلها مدبب. دي القرنيه المخروطيه، ودي ليها طرق علاج كثيره جدا، زي زرع الحلقات، وزي ان احنا نعملها حاجه اسمها اثنز بروتوكول، بروتوكول بنعمل فيه ليزر مع علاج ضوئي، وزي التثبيت وحاجات كتيره جدا مريض القرنيه المخروطيه بيسمع عنها. لكن هي الفكره في ان انت ازاي تعمل مزج او تناغم ما بين انواع العلاجات وبعضها، تبقى عارف في بروتوكولات معينه هنمشي عليها. لو المريض ده ما عرفناش نعمل له زرع الحلقات بالفيمتو سكند ليزر او العلاج الضوئي نتيجه اسباب معينه هنستفيد فيها فيما بعد، ممكن نعمل له زرع قرنيه طبقي. ده منظر الحلقات او الدعامات اللي بتتحط داخل القرنيه المخروطيه بالظبط بالفيمتو سكند ليزر. الحقيقه مش كل المرضى ينفعهم دعامات، ومش كل المرضى ينفعهم ان احنا نعمل لهم البروتوكول اللي انا قلت عليه اللي هو الليزر السطحي مع العلاج الضوئي. بنختار على حسب الفحوصات بتاعه المريض. احنا المفروض بيحكمنا نظر المريض وفحص المريض زي تخطيط سطح القرنيه، يبين لي مدى تحدب هذه القرنيه مع نظره، مع كميه نظره، وبعدين نبدا ناخد قرار المريض ده هينفعه حلقات ولا لا، وشكل الحلقه عامل ازاي، وسمكها عامل ازاي، وتتحط فين بالظبط. مش فكره انا حطيت حلقه وخلاص، هي فكره تتحط فين بالظبط. التكنيك نفسه زي ما قلت لحياتك، التكنيك ان شاء الله بسيط بعد التكنولوجي الجديده، الثوره التكنولوجيه اللي حصلت. لكن الفكره البلان، الخطه نفسها تتعمل ازاي. لو المريض ده وصل لمرحله متقدمه، الا وهي ان التحدب اكثر من اللازم، او ان بدا يحصل عتمات على سطح القرنيه، هنا ما عندناش غير ان احنا نعمل ترقيع القرنيه. عظيم. او زرع القرنيه. بالمناسبه عايز انوه عن حاجه، ان ترقيع القرنيه هو نفس كلمه زرع القرنيه، عشان في ناس كتير بتيجي تقول لي ترقيع ولا زرع، لا هما الاثنين زي بعض. زرع نفس الفكرة. هو ترقيع نفس الفكره بالظبط. هو دايما محور كلامنا النهارده هي زراعه القرنيه. بالظبط. وزراعة القرنية دي من المواضيع اللي يعني تثير التعجب، لأنه القرنية على فكرة من الحاجات اللي لازم تجيبها أنت من بنك العيون، صح؟ بالظبط. هو دي نقطة مهمة جدا، هو السلكشن أو اختيار النسيج ده مهم. احنا دلوقتي حياتك القرنية، احنا بنستورد القرنيات من بره، مش احنا كدكاتره، لا احنا في مصر كدكاتره بنستخدم قرنيات مستورده، لانه القانون المصري حتى الان لا يبيح انه الميت ناخد منه القرنيه. بالظبط. رغم انه هو، وطبعا الخلاف على موت جزء المخ والموت الحقيقي والفول ديس والكلام ده كله، احنا كدكاتره بقى طلعنا نفسنا جنبا بره الموضوع ده. وقلنا احنا هنتكلم في الموضوع كعلم. النسيج نفسه المفروض نختاره ازاي؟ طبعا احنا قبل العمليه بيتم فحص المريض الاول كويس جدا، بنقيس ضغط عينه وبنشوف قاع العين، في فحوصات بنطلبها عشان نعرف هل العصب البصري ده بيوصل صوره للمخ ولا لا، وهل الشبكيه بتاعته كويسه ولا لا. بعد ما بنطمئن ان كل حاجه في العين سليمه، بنبدا نحط خطه مع المريض ان احنا هنعمل زرع قرنيه. كويس. اختيار القرنيه لابد ان القرنيه تكون الكواليتي بتاعتها او جودتها عاليه، يعني عدد الخلايا المبطن لسطح القرنيه الخلفي يكون كويس يسمح انها تستمر مع المريض. ادي حاجه. الحاجه الثانيه الكلاريتي بتاعت القرنيه، النقاء بتاع القرنيه. الحاجه الثالثه والاهم، ان المريض اللي اتخذت منه القرنيه او الميت اللي اتخذت منه القرنيه ده ما يكونش لا عنده فيروس سي او فيروس بي او ايدز. وده طبعا بيبقى سيرفي كبيره بتتعمل على كل المرضى، ما فيهاش هزار، يعني ما فيش احتمال انه يكون متاخد من عيان عنده مشكله. انا بطمن الناس ان وانس القرنيه دي جايه مش هينفع تحت اي ظرف انها تكون متاخده من مريض عنده ايدز او مريض عنده
فيروس بي او فيروسي نهائي. ده 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 دي بنوك اسمها بنوك القرنيه بالزبط. دي بنك بيبقى عنده القرنيات دي موجوده بسجلاتها بكل حاجه بالظبط، ومن حق المريض يطلب الريبورت ده. يعني من حق انا شخصيا بدي المريض الريبورت بتاع القرنيه بتاعته، يبقى عارف ان القرنيه دي بتاعت عيان سنه كذا، عدد الخلايا المبطن سطح القرنيه الخلفي كويس، الكلاريتي سبب الموت بتاع المريض نفسه ايه، بتاع العيان اللي خدنا منه او الشخص اللي خدنا منه القرنيه سببه ايه. لازم يبقى المريض يخش يبقى فاهم تفاصيل ده ليه، لان زرع القرنيه زي ما قلنا عمليه تكنيكيا دلوقتي الحمد لله بقت سهله بس محتاجه متابعه. واثناء المتابعه لابد ان انت تلتزم بالعلاج والقطرات وتعليمات الطبيب بشكل واضح. احيانا كتير جدا المريض يحس ان هو انا خلاص بقيت كويس فيبدا يهمل في قطراته. لا، ده احنا زي ما قلت لحضرتك بنفضل نتابع مع بعض في اول سنه دي مع بعضينا جامد في المتابعه، المتابعات متتاليه، وبعد كده بيبقى في متابعه كل 6 شهور. كل الامراض اللي احنا قلناهم من عتمات قرنيه، من قرنيه مخروطيه، من بيرفوريشن او ثقب في القرنيه، دمار هلاك في القرنيه او تهتك في القرنيه نتيجه خبطه، كل ده يحتاج الى زراعه قرنيه. كل ده يحتاج الى زراعه قرنيه. شرط اساسي ان تكون العين نفسها سليمه. اذا العين نفسها سليمه هنقدر ان احنا نصل. انا دايما بشبهها يعني بشبهها بازاز العربيه. تعرف حياتك لو الموتور شغال صح ولا لا وكل حاجه شغاله، لو الازاز ده في اي مشكله تقدر تغيره، لكن انت مش هتروح تغير ازاز العربيه والعربيه متدشدشه يعني هي العربيه كلها. ده اصدق مثال على الايه، على لان ده ازاز العربيه، ده ازاز العربيه. طب هنقف عند الازاز. كلمه ازاز معناها الشفافيه. تمام. انا لما بجيب قرنيه وهبدا اركبها في عندي 3 مراحل، انا ما قبل اليوم بتاع العمليه واثناء العمليه وما بعد العمليه. تقنيه العمليه نفسها قصتها ايه؟ لانه كتير من الناس هتقول لك طب انا خايفه لما اركب القرنيه الجديده دي يحصل لها نفس اللي حصل القرنيه القديمه. كلام مظبوط. ده سؤال حلو جدا. طيب احنا اولا احنا عايزين نتفق على حاجه، ان تعالى نمسك مشكله. المريض، نمسك مثال المريض اللي عمل عمليه الميه البيضاء والدكتور استخدم فيه موجات صوتيه كتير وعدد الخلايا المبطن لسطح القرنيه الخلفي بتاعه قليل، وما كانش معمول له سبيكولار مايكروسكوبي او ما كانش معمول له تقنيه انه يعد عدد الخلايا المبطن لسطح القرنيه الخلفي قبل العمليه. ايوه. فالقرنيه بتاعته رشحت وحصل فيها العكرات دي على السطح الامامي والمريض مش شايف. هنعمل له ايه المريض ده؟ المريض ده ممكن نعمل له حاجه لطيفه جدا، ممكن نعمل له دلوقتي نزرع له الجزء الخلفي فقط من القرنيه. الجزء الخلفي فقط من القرنيه. احنا في فيديو هيوضح لنا القصه دي. أوكي. يا لو احنا جينا بصينا ده، شايف الصوره على اليمين دي عدد الخلايا المبطن لسطح القرنيه الخلفي قل. ده احنا بص بنشيل الجزء الخلفي المبطن لسطح قرنيه المريض بيتشال، وبعدين شايف النسيج اللي اتشفط ده النسيج ده هيتم حقنه دلوقتي داخل الخزانه الاماميه عشان يبطن سطح القرنيه. اهو ده النسيج. حلو قوي. وبعدين بتبدا تخبط عليه عشان يفرد نفسه من سطح القرنيه الامامي، تحقن فوقيه وتحتيه في قاعه هواء. يا سلام. فيبدا يفرد. ده حاجه حلوه قوي. ده اسمه نوع من انواع زرع القرنيه او ترقيع القرنيه الطبقي، اللي هو اللاميلر كراتوبلاستي، ديب لاميلر او ديب سترومال اندوثيليا كراتوبلاستي. طبعا في ساعات نقول تفاصيل يا جماعه ما تشغلوش نفسكم بيها. زرع القرنيه او الخلايا المبطنه لسطح القرنيه الخلفيه اهي. بندخله بمحقن معين وبعدين النسيج ده بيتحقن تحتيه هواء ينفخ في القرنيه. الحقيقه العمليه دي كلها بتاخد 10 دقائق. العمليه دي كلها كتقنيه كبسيطه، هي بسيطه، هي بسيطه. القرنيه اساسا اللي جايبينها عشان نزرعها هي اصلا جايه بري كات، يعني جايه مقطوعه من البناء مجهزه انها تتحط فقط للجزء الايه الخلفي. العيان ده مشكلته تيلورد، يعني بالزبط. انت مخيطها بالظبط. ترزي تيلورد يعني ترزي. ايوه بالظبط. خلي بالكم ان في جزء من برنامجنا ما يزيدش عن 10% عاملينه للاطباء، فيعني ده ايوه يعني في جزء تعليمي فعلا 10% 90% للجمهور العادي. فزي ما قلت لحضرتك المريض ده مشكلته بتحل تماما طالما ان احنا فحصناه وتاكدنا ان العين شغاله. انا ايه اللي يخليني اغير القرنيه كلها؟ مش لازم اغير القرنيه كلها، لا، ده انا ممكن القرنيه دي هي قرنيته، بشيل الجزء الخلفي اللي هو وحش واحط له جزء ليه. دي ميزتها ايه؟ مفيش غرز. اوكي. دي اول ميزه. ثانيا ريهابيليتيشن او سرعه استجابه، وان المريض استشفاء. يبدا يمارس حياته الطبيعيه سريعا، سرعه الاستشفاء عاليه بالظبط. طيب الحاجه الثالثه دي ودي الاهم، احنا بنخاف من ايه في عمليه زرع او ترقيع القرنيه؟ رفض. بالظبط.
نتكلم بصراحه احنا بنخاف من الرفض. الرفض ده بقى كلمه زرع عموما في الطب كله بنخاف من كلمه رفض بعديها. بالظبط. نسبه الرفض من 5 ل 30%. النسبه اللي حضرتك شفتها فاريبل جدا او يعني ما تقدرش 5 ل 30% دي نسبه كبيره. طيب الدكتور هنا والمريض يمكن ما لهمش يد في القصه دي، كون ان الجهاز المناعي يتعرف على القرنيه ويهاجمها، الجهود كلها اتعملت ازاي نقلل فكره الرفض بتاعه الجسم للايه للقرنيه. لذلك احنا بنقول لما نيجي نحط نسيج ورا القرنيه صعب قوي يترفض، لان جسم المناعه لا يراه كويس. بالظبط، لان احنا بنقلل نسبه الرفض الى اقل نسبه ممكنه. في فيديو تاني بقى قبل ما اروح للفيديو التاني اضحكك على حاجه. كنت دايما لما اشرح كلمه الزراعه والرفض كنت بفاجئ انه ساعات بعض الطلبه في كليه الطب مش فاهمين يعني ايه رفض الشيء. يعني مثلا في الكلى متخيلين رفض الكلى ان الكلى تروح جايه طالعه باظه كده يلا بره. العلم بالرفض بتاع القرنيه مش معناه ان العين تروح جايه واقعه. لا كويس، ده نقطه كويسه. انا احب اقول للمرضى اللي عاملين ترقيع او زرع قرنيه، انت تعرف منين ان القرنيه بتترفض؟ عندنا حاجات مهمه جدا. واحد، انه يحس بوهج ضوئي شديد. اتنين، دروب في النظر او هبوط حاد في الابصار. عتمات بقى. عتمات. تلاتة، ان حد يشوفه يقول له عينك حمراء جدا، احمرار في العين. يعني الحاجات دي كلها عينه مش هتروح جايه عامله رفضه. بالظبط. والحاجه الاخيره ودي الحقيقه ديسكمفورت. ديسكمفورت يعني انا مش مستريح في عينيا، انا حاسس ان انا كنت كويس وحصل دروب. دي علامات تفيد ان المريض ده حصل له رفض. وهنا المريض لازم يرجع للدكتور اللي عمل له ليه؟ مش لان الدكتور عمله تسبب في مشكله، لا، هو اللي هيقدر يعمل مانجمنت او يعالج الموضوع. لان العلاج في الاول بيبقى عن طريق ادويه لغايه لما نلاقي ان الموضوع فشل ممكن نعيد زراعه القرنيه مره اخرى. ده الفيديو بقى لزراعه القرنيه بالفيمتو سكند ليزر. ده حديث؟ ده حديث جدا. انت هنا حياتك القرنيه بص مقطوعه شبه البرنيطه، شايف المنظر عامل زي اسمه توب هات. توب هات ده انت بتاخد القرنيه كامله نافذه. برنيت بتاعت باكستان. والله بص شايف انت برنيت باكستان والحاجات دي. ايوه. يعني المريض ده هتلاقي عنده عتام على سطح القرنيه. هنا الليزر بص حياتك بيقطع في قرنيه القرنيه بتاعت المتبرع. هتلاقي الليزر نازل بيقطعها على شكل مقابل او يوازي الناحيه اللي هيخش فيها. دي قرنيه المريض اللي عليها العتامه. برضو هيبدا الليزر الفيمتو سكند ليزر يقطع فيها برضه، بحيث ان يبقى النسيج اللي داخل فيتنج او داخل في النسيج التاني فيتنج. يعني عشو ومعشو. عشان كده قلت لك عاملين زي برضه. بص المنظر ده يا دكتور ايمن. بص القرنيه دخلت ازاي. بص مجرد ان هو بيزقها جوه في مكانها جاي راشقه على طول اهي. بالظبط، كانها زي الشباك يا جماعه بتاعك الشباك بتاع الالوميتال. بالظبط. القصه دي برضه زي ما قلت لحضرتك دي بتنفع في عينين اللي عندهم عتامات على سطح القرنيه، عينين القرنيه المخروطيه. وان كان كمان بنقدر ناخد دلوقتي مسطح من القرنيه الامامي فقط عن طريق حاجه اسمها التكنيك فقاعه الهواء. ده هنتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله باذن الله لما نتكلم عن القرنيه المخروطيه. طب في مضاعفات ممكن تحصل غير الرفض؟ وطبعا انت عارف حياتك اي عمليه في الدنيا ممكن يحصل فيها شيء من المضاعفات، زي لا قدر الله حدوث نزيف، حدوث تلوث. وهنا احنا بنقول دايما بنجيب المريض الكونسلنج، او ان انت تقعد تفهم المريض وتتناقش معاه. ما انت احنا لازم هنعمل عمليه ان الكونديشن بتاعتك او وضعك الحالي يستلزم حياتك تعمل العمليه. طيب دلوقتي في فحوصات لازم تعمل قبل العمليه. المريض ده المفروض لو ماشي على ادويه ينبه الدكتور، او الدكتور بيساله في الهيستوري انت ماشي على ادويه، هل في ادويه للسيوله، هل حضرتك مريض قلب، هل حضرتك مريض سكر، السكر نفسه لازم يبقى مظبوط، الضغط لازم يبقى مظبوط. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما قلنا فحوصات العين نفسها، احنا بنطمئن ان العين نفسها كسيستم ماشيه كويس، مفيش مشكله فيها غير البنوره الاماميه. في حاجه عايز افهمها، بعد ما بتعمل عمليه زراعه القرنيه هل المريض على طول بعديها بقى بيمشي شايف كده، ولا فيها مثلا تدريبات معينه حاجات كده تتعمل عشان تظبط بقى حطيت الازازه؟ ايوه بالظبط. ده يختلف احنا هنعمل انهي نوع. يعني او حالته تستلزم انهي نوع. يعني زي ما قلنا المريض اللي بيحط ترقيع او زرع للجزء الخلفي من القرنيه ده بيقدر يشوف بعدها باسبوع 10 ايام ومفيش غرز. لكن المريض اللي بيعمل ترقيع قرنيه طبقي للجزء الامامي او نافذ ده بيتاخد في عينيه غرز المفروض ان احنا بنتابعها عشان تثبت النسيج في مكانه. هنا المريض بنبدا نقول ان احنا هنبدا
نشيل الغرز دي طبقا لان الطبيب يبقى شايف درجه التئام النسيج. احنا بنقول بنبتدي من الشهر السابع او الشهر الثامن، وطبعا الافضل ان يتم ازاله الغرز عن طريق ان احنا نشوف اكتر غرزه عامله استجماتيزم فين، وده ما بيتمش غير ان احنا نكون عاملين تخطيط سطح قرنيه. فشوف اكتر غرزه عامله استجماتيزم، نبدا نشيل غرزه في غرزه في غرزه لغايه لما نشيل الغرز كلها. طبعا بالفيمتو سكند ليزر بناخد حوالي 8 غرز. الحقيقه بعد ما نشيل 8 غرز دول المريض برده بيبقى القرنيه شايف بس في استجماتيزم. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل احنا ممكن المريض اللي عمل زرع قرنيه وخلص خلاص الكورس بتاع المتابعه الدوريه في اول سنه وشال الغرز، هل ممكن يصلح نظره؟ ممكن والله. طبعا في حاجه اسمها فيمتو سكند استجماتيك كيراتوتومي. يعني ايه؟ يعني بالفيمتو ثانيه بنقدر نعمل ليزر في اجزاء معينه من القرنيه اللي فيها التحدب عالي نتيجه الغرز ونصلح له نظره. ما تخافش ان جهاز المناعه بسبب الفيمتو سكند ودخولك على القرنيه خالص يتعرف ولا خلاص؟ خالص، ده ريكومندد ادابتد. ده ريكومندد، او ده اللي بينصح بيه في الحالات بتاعه تصحيح الابصار بعد زرع القرنيه. في حاجه تانية برضو، يعني احنا لو عملنا تخطيط سطح القرنيه بعد ما عملنا الزرع وشلنا الغرز ولقينا ان سطح القرنيه منتظم، ده انت ممكن تزرع عدسه زي العدسه التوريك اللي بتصلح الاستجماتيزم. اوكي، ويعني هنا النتيجه بتبقى مبهره بالنسبه للمريض. اهم حاجه زي ما قلت لحضرتك القعده الاولانيه ما بين الدكتور والمريض، انتوا اتفقتوا على ايه وايه السكوب بتاع الفكر؟ احنا عايزين، هل احنا مجرد عايزين نعمل عمليه زرع قرنيه وخلاص، ولا انت عايز تعمل زرع قرنيه وبعد زرع القرنيه كمان نفسك ان انت تتخلص من النضاره؟ هل ده وارد؟ طبعا وارد طبقا للفحوصات الايه اللازمه. انت نورتنا النهارده، بدعوك لانك تشوف فيلم اسمه سيفن باوند لويل سميث. ان شاء الله ويل سميث عمل رائعه رهيبه جدا، من ضمن اجزاء الفيلم انه تبرع باجزاء جسمه كلها في نهايه حياته لكل لناس كتير، فادى قلبه لواحده، وادى النخاع لحد، وادى العين لواحد كان فقد الابصار. فجم هما في الاخر المجموعه اللي ادالهم الاجزاء بتاعته ديت قابلوا بعض، ف اللي بتحبه وخدت قلبه راحت للي ادالها اللي اداله عينيه، فقعدت تبص لعينيه بشكل في مشهد من اروع ما صنع ويل سميث في حياته، حاجه مذهله. فازاي الانسان بعد ما كانش شايف دلوقتي بيشوف بعين حد تاني، ومن كتر حب الانسانه راح اشوف عينين حبيبها طبعا اللي توفى في عينين الدونر او المستقبل. العين اغلى حاجه، الريسيبيانت، العين اغلى حاجه. تنورتنا، بنورك يا دكتور ويل سميث. اكيد. كل الشكر للتقدير ضيف العزيز الاستاذ دكتور اشرف حسن سليمان، استشاري ومدرس طب جراحات العيون بكليه الطب جامعه عين شمس، واستشاري جراحات القرنيه والمياه البيضاء وتصحيح الابصار بالليزر، وزميل الكليه الملكيه للطب وجراحات العيون بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه لتصحيح عيوب الابصار، اسم اللامع الشهير. اهلا بك دكتور اشرف. اهلا دكتور ايمن. خليكم دايما مع الدكتور، ما تروحش في اي حته ثانيه.